السلام ومرحبا بكم ناس كل في فيديو جديدة. اليوم مع بولونا باش نحكيو علاش وخرت عليكم هذاك الكل وشنية فما جديد. باه ساعة السلام ومرحبا بكم الناس الكل، للناس اللي تعرفني وللناس اللي ما تعرفنيش. بالنسبة للناس اللي ما تعرفنيش، أنا محمد أمين المجري، مغروم بالكراب وتسكي إلكترونيك. بالنسبة للكونت انستغرام تاعي يخرج لكم لهنا، وفما حاجة ياسر باهية واللي هي جديدة، اللي هو الكونت انستغرام متاع الشين يوتيوب اللي انتوما قاعدين تتفرجوا فيها توا واللي يخرج لكم لهنا. وكنت عم نحط لكم اللينك متاعه في وسط الديسكريبشن. أما مينش عارف كان إيش لخته باللوجو جديد متاع شين يوتيوب اللي مازلنا كبدلناه. بالنسبة لعلاش بتيت عليكم يا جماعة، أنا بتيت عليكم على خاطر خديت فاكونس. واحد لازم فاكونس يشوف فيها العائلة والكل وينحي كل شيء مروخ. أما توا رجعت القراية، عندها جمعتين يعني رجعت نقرأ وبش يرجع الروتين العادي متاع شين يوتيوب. أما مش تبدل حاجة بركة، أني باش نحاول نعمل لكم فيديو مرة في الجمعة ولا مرة في الجمعتين. أنا والوقت متاعي على خطر موقراي ونهار بنهار وكل. أما كمام رجعتنا باش تكون خير من عم ناول، بما أنه باش نزيدو نحكيو مش كان على الميكانيك، باش نزيدو نحكيو زادة على الفوتوغرافي. ممكن ياسر نعمل يعني تفسير كيفاش نجمو نستعملو المود مانويل بالنسبة في الكاميرا والمود زمزمة بروفيسيونيل في وسط التليفون. وبار هذاك الكل زادا باش نحكيو على السمارتفون جدد وعلاش ليه كان نجمو تستيوهم. باهي يا جماعة، بالنسبة للفيديو متاع اليوم وفات، اما زادا انتوما ما تنساوش باش تمشيو تعملوا ابوني وتكتيفيو الكلوش باش كيك على اي فيديو جديده تجيكم النوتيفيكاسيون. لا من يعرف زعما تكون فيديو ليش تشارلو شو